وجد تاري غواصة يابانية صغيرة تتسع لشخصين ومحملة بالتوربيدات. لكن ماذا تفعل هنا؟ لمعرفة ذلك يبحث مارتي في السجلات العسكرية الأمريكية ويجد شيئا مهما. في صباح السابع من ديسمبر، السفينة الحربية USS وورد في دوريتها المعتادة. في 6:37 دقيقة صباحا، وجدت شيئا في المياه يبدو كغواصة صغيرة. أدرك قائد السفينة أنها قد تكون معادية، لذا هاجموا الغواصة باستخدام مدافعهم وأطلقوا قذائف أعماق. هل يمكن أن تكون هذه الغواصة هي نفسها التي وجدها تيري كيربي؟ للتحقق سيصنع بيت أول مسح ثلاثي الأبعاد للغواصة. سيلتقط صوراً عالية الدقة مستخدماً مركبة سيتم التحكم بها عن بعد، وسيستعمل تقنية هي المسح التصويري لتحليلها. في البداية إنها تفحص كل بيكسل في كل صورة، ولدي هنا كما ترى آلاف الصور. إنها تبحث عن أنماط تمكنها من ربط جميع الصور الفوتوغرافية مع بعضها. يمكنك أن ترى كيف تمكن البرنامج من اكتشاف الموقع الذي التقطت منه كل صورة، وتبدأ برؤية لمحة عن النموذج الذي سيتم صنعه، ومن هناك سيصبح الأمر مشوقاً للغاية. إنها تصنع في الواقع شبكة أو نموذجاً لهذه الغواصة، والتي هي بحد ذاتها جزء من التاريخ وجزء من القصة. وبالطبع الهدف هنا هو كشف ما الذي حصل لمعرفة كيف غرقت.